يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وبين حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت أو حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ هذا خاص بالحرم، حديث تجاوز لأمتي هذا في غير الحرم، وأما الحرم فالله جل وعلا يؤاخذ العبد إذا هم بالسيئة فيه ولو لم يعملها لعظم الحرم وعظم مكانة الحرم، فهذا خاص بالحرم.